النهائي ترى يفرق كثير 30% عليه. زين هالسؤال الان، هل الاسئله ستاتي من البرايمات كلها؟ ليش انت ودك انها تكون من البرايمات كلها؟ لا. ليش؟ واضحه صح؟ اذا بيكون كذا ايه بيكون حظ، علي يتذكر اكثر اللي واللي يقراها واللي كذا. ودك ودي اسئله جديده ما جت في اي برايم. غير ولا تحتار. صح ولا ما صح؟ ودك تجي عنده تقول غير ولا تحتار. اي بس يمر على الجميع ترى، مر على الجميع. اها قصدك هنا تطلع المنافسه بلا اسئله جديده. ايه هذه المنافسه صح. يا الله تخيل. لازم نتاكد من هالنقطه يا اخي. شوف انا قرات في كتاب اسمه القوه، القوه هذا لمؤلفته هي مؤلفة كتاب سيكرت السر، كانت تقول طبعا واحنا نؤمن بالله عز وجل قبل كل شيء، بس هذا الكلام يعني عرفت خذ منه الجميل واترك السيء. ان تقول اذا انت فكرت بنقطة معينة وكنت تفكر فيها كثير وتسعى، سبحان الله تكون لك المغناطيس، هي يصيبها مغناطيس يجذبك اليها. وبالتالي انا عندي فارس درصيدك الاول، يعني كنت اتخيل لحظاتها قبل لا اجي البرنامج، كنت اشوف مقطع عبد الله الجميري وهو ياخذ الاول، كنت اقول يا الله اشيل كذا في ذاكرتي في مخيلتي اشيل الجميري فارس الدرسيدي محمد عثمان، اوه فرحتي ذا، كنت كذا اشوف المقطع. فبعد مده بعد مده تطورت المساله هنا في القريه، بديت اسعى لهالشيء، فكانما هي مغناطيس قاعد تجذبني. ومن الفأل اني انا اذكر اذا جلسنا اني باذن الله انا الاول، باذن الله انا الاول، لاني اشجع نفسي ولاني اشجع نفسي داخلي، يلا محمد انت دائما تقول انا الاول انت، اما اكسل لا تخيل اني ما اخذ الاول، لا هنا هذه تجيب لك احباط. لكن اجلد يا عيال نفسوني انا الاول يا عيال، اعراض كذا احيي فيكم واحيي في نفسي. لا 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 ان شاء الله. طول عمرك يا الله يا وراك الجلال. ها؟ هو بغيت هسه انجلد طنيته المركز الاول ضروري ارجع المركز، لكن في داخلي طبعا الشخص يرغب الاول. وراك غيرت هذا، انا من الناس الحين ترى الثاني عندي ما وراي جبت قصير عشان ما يكون فوق يا اخي، اعتبر ان الثاني والثالث كل 14 ما شفت الدروب الاول. لا اي انت هذا شيء يدفعك للاول، اعطيتها قديم ترى لو خذيتها مش تتكلم عن منطقه قهوه 22 شخص رطب من فوق على السرير كذا 23 شخص خلفك زين جد مش شيء سيء بس انت لما تقول لك هاي ثاني يوم يكسر انا غيرته سري صح؟ عرفت؟ لكن في مرات الحظ يدخل في اللعبه، الاقدار وتوفيق الله عز وجل قبل كل شيء، عرفت؟ 50% يعني الله كاتب لشخص منا، مستحيل يكون في ثلاثه واحد هم كلهم مركز اول لانه قابل للبنك، هي الحياه هكذا عرفت؟ قال لي لا تناقز عليه ويكلمون الشركه. كم ناقز انا؟ يا اخي ايش تسوي؟ فاضي. ان شاء الله عاد ناقز. ما لنا نلقى فلان. من فوق سمو. عطنا جديد اول غلطه. تفقدوه. السلام عليكم. اقول فمن اللي هذا اللي طلع بلي برايم؟ لا طول انا داخل فجر محمد الذهلي. محمد الذهلي منو؟ انا داخل فجر الرجال. يا صاد بنشد لك انشود اقول لنا حقت مين. يا صاد عرفته. يا صادق الاحساس كن قدوة للناس اثر بهم اثرا يعليك في المقياس ابعث لنا الامال يا باهي الاعمال غير ولا تحتار اصنع لنا الافكار ترى قاعد ما ادري صح ولا لا افكار يا غني افكار يا غني لا اصنع لنا الافكار كن واضح الاهداف كن خادم الالاف والله انها من اجمل الاناشيد اللي سمعتها في حياتي والله الخادم حميد خوينا كلمة من؟ من أروع وأجمل الكلمات اللي سمعتها في حياتي وانشودة لحن أداء جميل توزيع جميل متابعين أجمل كلماتها يا أخي كلماتها وش يقول؟ يا صادق الإحساس كن قدوة للناس اصنع بهم أثرا يعليك في المقياس يا أخي